عبر التاريخ احنا تعلمنا بزاف من تاريخ كرة القدم. ما يغفلكش ان كاين بعض المنتخبات تحصلوا على كؤوس عالم بدون اقناع، كاين بعض المنتخبات تحصل على كؤوس افريقيا بدون اقناع. والتاريخ يحضر فريق لاغريس، فريق اليونان في 2004، في 2004 دا كاس يعني اوروبا بدون اقناع. ايطاليا في اللي خرجوا من دور المجموعات بثلاث تعادلات بدون اقناع. يعني كرة القدم عندها خصوصيتها يا جماعه.